من أهم الفيديوهات التي يرجى منكم أخواني أخواتي كالعادة دعمها بلايك حتى تصل إلى أكثر عدد من الناس، هي مسيرة المستبصر المصري الأخ العزيز عيد ورداني، الأستاذ عيد ورداني، وهو يمشي من النجف إلى كربلاء. أخواني أخواتي كما قلت يرجى دعم الفيديو بلايك حتى يصل إلى أكثر عدد من الناس، والآن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد، عظم الله أجورنا وأجوركم بيوم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. المستبصر الأستاذ عيد ورداني يشارك في هذه المسيرة، ومن أهم النقاط الملاحظة بهذه المسيرة المباركة للأستاذ الفاضل عيد ورداني هي توثيق الكرم، توثيق الحالات الإنسانية، أيضا توثيق صغير يمشي، كبير يمشي، امرأة، معوق، الأهل يأخذون يعني المعاقين إلى كربلاء المقدسة. أي حب، أي عشق، أي كرم يجعل من الشخص يبيع سيارته. بفيديو سابق أنا عرضت فالحالات اللي لخصها أو اللي نشرها الأستاذ عيد ورداني هي مهمة جدا، لأن أنا قلت بفيديو سابق قلت إن المستبصر كان شخص يرى هذه المسيرة هي مجرد يعني بدعة، يراها أيضا بالإضافة إلى كونها بدعة يسخر ويستهزئ. فتوثيقها من شخص كان من أشد الأعداء لها أو من أشد المحاربين لها شيء مهم جدا. ليش أنا حرصت أو وجهت كلامي إلى المختصين؟ قلت أتمنى كان أكو شخص ينسق مع الأستاذ عيد بكاميرا بمايك لتوثيق هذه الرحلة العظيمة والرحلة التي يمشي بها الأخ عيد ورداني من النجف إلى كربلاء. إذا لنستمع إلى جملة أمور مهمة ذكرها الأستاذ عيد ورداني، لخصت المسير من العاشق إلى سيد الشهداء. نستمع ونعقب وخليكم على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا في طريق المشاية من النجف إلى كربلاء تقريبا على ما أتذكر حوالي 80 كيلومتر، يعني أعتقد قطعنا حوالي مثلا يعني ممكن نقول 10 كيلومتر قطعناهم تقريبا. بدأنا من عمود رقم 1 وينتهي إلى العمود 1400 تقريبا يعني. بسم الله ما شاء الله، الاعداد عجيبه والطريق فيه امور عجيبه وغريبه. هوريكم دلوقتي الجروب اللي انا جاي معاه ده، مجموعه من المانيا، من اصول المانيه، من اصول عربيه لبنانيه، اصول عراقيه كرديه افغانيه، تشكيلة يعني. وأنا الوحيد المصري، والأخ الشاب ده اللي واقف في النص العراقي بيخدم في المجموعة، والأخ ده أصوله أفغانية، ده العلم الألماني طبعا. فإحنا واقفين للاستراحة في هذا الطريق. حقيقي في الطريق في عجائب وغرائب وآيات. أنا بحسب العدد اللي ماشي ده قد إيه، عدد كبير جدا جدا في اللحظة اللي أنا واقف فيها دلوقتي، يعني آلاف مؤلفة. ما بالكم إن على مدار 24 ساعة الطريق ده مزدحم بالناس، وأعتقد من حوالي مثلا 10 أيام أو أكثر من الآن، يعني من أول نقول سفر والمشاية دي ممتدة وشغالة والناس ماشية. عايز أقول يزيد يعني لو كان شاف الكلام ده ومدى تعلق القلوب به ما كانش قتل حسين. يعني لو شاف ان الناس بتلعنه في كل زمان ومكان وجايه من كل مكان، من كل مكان جايين عشان حبك في حسين، بيمشوا مش عشرات الكيلومترات، مئات الكيلومترات حبك في حسين. يعني كان عمل ايه؟ كان انتحر. هو يعني ما شافش الكلام ده كله، لكن لو كان شافه كان فعلا يعني ينتحر، يتجنن، يحصل له اي مصيبه.
حقيقي يعني. طبعا في ناس في الطريق تحس بعجائب في الطريق، والناس برضو اللي هم على جنبي الطريق اللي بيسموها الخدمة مثلا أو المواكب، يعني كل شيء بيقدموه، كل شيء يعني بداية من المياه، المناديل، أكل، شرب، عصائر، حتى مثلا ناس تجلس للشحن، شحن موبايلات، كل شيء تتخيله، كل شيء ببلاش ومجاني، يعني آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وعجيب من عجائب الله سبحانه وتعالى اللي أنا شايفه والله. الناس اللي ماشية، في ناس عجائز جايين يعني على عجل، زي يعني في ناس مسنين جدا جدا، ناس شايلة أطفال على كتافها، ناس شايلة أطفال. امبارح شفت منظر عجيب، يعني بنت مثلا حوالي 15 سنة كده عجزة على كرسي متحرك، أبوها وأمها راحوا فرشين لها في الأرض عشان تستريح، زي ملاءة كده أو بطانية، و بدأوا نامت على ظهرها. بصراحة كان منظر يعني عجيب عجيب، واستشعرت مدى مشقة الأب والأم وهم بيرفعوها على الكرسي، وزلم على الكرسي وهم بيدفعوها قدامهم، يعني شيء عجيب. فالواحد يسأل نفسه إيه الحب ده؟ يعني أي قوة للحسين في قلوب الناس جعلتهم انهم يعملوا كده؟ ايه القوه دي؟ سالت شاب من الشباب العراقيين، فقلت له يعني انا عارف الاجابه بس حبيت اسمعها منه. فبقول له يعني هو الحب ده كله كان فين يوم وقعه الطف، وقعه كربلاء؟ لماذا اهل الكوفه ان هم ما شاء الله اهل الكوفه تقريبا، يعني على ما رايت ان نص البيوت بره في المواكب والنصف الآخر يستقبل الضيوف، يعني شفت حاجات عجيبة ان الناس واقفة كده على الطريق المشاية يدعو الناس للبيوت، يقولهم تعالوا تفضلوا يا زائر يا زائر، وياخدوا الناس أعداد كبيرة ياخدوها إلى بيوتهم عشان يباتوا وعشان يأكلوا ويشربوا ويباتوا كده. فدول أهل النجف وأهل الكوفة كده. بسأل الشباب اللي معايا بقول لهم يعني الناس دي كانت فين يوم وقعة الطف؟ ليه ما خرجوش ونصر الحسين؟ فقالوا لي الكلام اللي انا يعني انا اعرفه. قالوا لي احنا يوم الطف ما كانش في حد ممكن ان هو يخرج وسط الحسين، يعني البعض قتل والبعض سجن والبعض حيل بينه وبين نصر الحسين، حتى الناس كانت بتحاول انها تتفلت من حصار عبيد الله بن زياد ويذهبوا الى ملاقاه الحسين، مع العلم طبعا انهم ما كانوش يعرفوا ان الحسين موجود، يعني ما عرفوش ان هو وصل بالفعل. هم شافوا ان كبراء الموالين كمسلم ابن عقيل، هالي ابن عروه، قتلوا وصلبوا وحصل لهم ما حصل وغيرهم كتير، فاستشعروا ان الحسين لم يصل الى كربلاء ولا الى الكوفة يعني. فبالتالي لم يقصروا، ده اللي انا شايفه فعلا يعني. يعني طبعا حكولي قصص اهل العراق اكيد عارفين الكلام كويس. ايام الحكم البائد المنصرم كان يعني ممنوع حد يروح للحسين، وكان ثمن الحسين اللي يروح يا اما يقتل او يعتقل ويسجن او تقطع يده او رجله، فكانوا بيحرموا اي تجمع. فبسأل ليه؟ قالوا عشان كانوا خايفين ان يحصل الموضوع، مش موضوع يعني حسين او غيره، لا مش فارق معهم كده، لكن النظام السابق كان خايف ان يحصل تجمعات كما حصلت في ايران وتقوم ثوره اسلاميه مواليه لاهل البيت في العراق، فكانوا حريصين جدا جدا انهم يمنعوا اي تجمع للموالين. وكانت ناس بتقدم حياتها لمجرد الزيارة، يعني مجرد ان هو يروح يزور، رجال ونساء، وكانوا بيتفننوا في انهم يزوروا ازاي، يكمنوا في المزارع، يمشوا بالليل، يمشوا فرادة. يعني حكوا لي مثلا ان كان في واحد ماسك معاه مسحة
يعني زي فأس كده يعني وماسكها معاه وكل ويمشي بين المزارع. فلما حد يقابله من النظام السابق فيعمل نفسه كأنه فلاح ومزارع يعني ويضرب بالمسحاء او الفأس ضرب فيها الارض يعني فيتركه لغايه لما وصل بالفعل. فقد ايه؟ فهل معقول الناس اللي كانت بتدفع يعني حياتها او بعض اجزاء من جسمها او حريتها بالسجن، هل معقول انها لمجرد تزور مقام الحسين، معقول انها تترك الحسين منفرد في كربلاء؟ فحقيقي طبعا انا مستشعر هذا الكلام لما شايف ان دول احفاد الموالين الذين كانوا في عصر الحسين اللي ارسلوا الحسين البيعات والمكاتبات واستقدموه الى العراق. انا الظاهر تهت من المجموعه اللي انا معايا ولا مش عارف فين يبدو ان انا تهت، بس طبعا الموضوع سهل يعني مش عارف في ايه كده، في حاجه بتحصل. تقريبا تغيير مسار الطريق، ف بغير الطريق عشان يعني في شيء في الطريق. طبعا الخدمه هنا من الجميع بصراحه، ده في مجال الجيش العراقي، الحشد الشعبي، الشرطه العراقيه، الجميع بيتعاون ويتكاتف على انجاح وتوفير الامن والامان والطعام والشراب والراحه للزوار. اي حب هذا؟ السلام عليكم او حياكم الله من جديد. اي حب هذا يسال سؤالي الاخ المستبصر عيد ورداني، يسال هذا السؤال، يسال ويقول ما الذي جعل هذا الرجل الكبير يمشي؟ ما الذي جعل هذا الصغير يمشي؟ من الذي جعل هذا الشخص اللي يخدم الزوار ليل ونهار، ما الذي جعله يعني يلهمه بأن يقدم هذه الخدمة؟ نعم احنا شاهدنا بهذه المسيرة الكثير والكثير من الحالات، الكثير والكثير من الحالات التي والله العلي العظيم تبين ان الامام الحسين عليه السلام ارتباطه بالشعب العراقي وكعقيدة شيعية، عقيدة المواطن العراقي والشيعي بصورة عامة، عقيدة كبيرة، عقيدة وثيقة، عقيدة بالتأكيد 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 لا يمكن أن تنفك بين العاشق والمعشوق. أيضا من جملة الأمور اللي لاحظتها أنه الكثير من الجنسيات، الكثير أوروبا، عرب، أكراد، تركم، الكل مشارك بهذه المسيرة. وأيضا الكثير والكثير من الأمور التي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تستمر وتكون شوكة بأعين كل شخص يريد لهذه المظاهر أن لا تظهر في الأربعينية. هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، أتمنى أن توفقت بإيصال كلام الأستاذ عيد ورداني، وإن شاء الله إن شاء الله راح أستمر في الأيام القادمة بتسليط الضوء على بعض من محاضرات الأستاذ عيد ورداني بين فترة وفترة إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، ما تضطرون إن شاء الله بفيديوهات قادمة. هنيئا للأخ عيد، للأستاذ عيد، وفي أمان الله.